مرحبا بك يا فهيم. مرحبا، يا شكرا لقناة عدن على هذه الفرصة. مرحبا يا فهيم، من وين تكلمنا يا فهيم؟ أتمنى كان من تعز. أهلا وسهلا يا تعز، حيابك وألف مبروك على زيارة فخامة الأخ الرئيس دكتور رشاد العليمي. أهلا شكرا لقناة عدن على هذه الفرصة، زيارة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي لا تعز. طيب، إيش اللي تشي تقول؟ إيش تعليق؟ تفضل تفضل. ايش اللي تشتي تقول؟ ايش اللي تريد تقوله على يعني ايش تعلق على زياره الاخ الرئيس؟ واحد، رفع الحصار المفروض على المدينه. الحصار المفروض على المدينه، طيب. نريد ان نرى خطوات فعاليه لفتح السوق وتعمير وصول المواد الغذائيه والطبيه بشكل منتظم. تمام. تحسين الخدمات الاساسيه، نحتاج الى دعم في مجالات الصحه والتعليم والكهرباء والمياه، وهي خدمات اساسيه تاثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضيه. طيب تمام، ايش كمان؟ تعزيز الامن والاستقرار، نعمل في تعزيز الامن داخل المدينه وضواحيها لضمان سلامه المواطنين واستقرار الحياه اليوميه. طيب يا فهيم، انت يمكن تابعت اللي حصل اليوم وايش نقل الاعلام. الرئيس العليمي، الرئيس فخامة الرئيس تحدث عن 60 مشروع سوف يتم البدء بتنفيذها في محافظة تعز، ومن ضمنها بعض الشغلات أو بعض القضايا والملفات اللي أنت تحدثت عنها، منها قضايا خدمات ومنها ملفات تحتاج إلى معالجة. دعم مشاريع التنمية. نريد رؤية مشاريع التنمية تساهم في خلق فرص عمل، إعادة التهيئة البيئة التحتية. تمام، خلاص يا فهيم، وصل صوتك. في حاجة ضرورية ودك تقولها يا فهيم؟ طيب، شكرا لك يا فهيم.